أنا كنمثل مؤسسة التعاون الوطني، مندوبية التعاون الوطني بعين الشق. كما كتعرفوا اليوم هو يعني يوم مميز، غادي نتكلموا فيه وسيتطرق هذه الندوة هذه حول الطفولة المبكرة في إطار المرحلة الثالثة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكما كتعرفوا مندوبية ديال التعاون الوطني فهي عندها بزاف ديال المجالات ديال التدخل فيما يخص هذه الطفولة المبكرة، وكتبتدئ برياض الأطفال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عبر المراكز المتخصصة أو عبر الأقسام المدمجة اللي كتكون في الابتدائيات التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية للتحسيس بأهمية الطفولة المبكرة. ذلك في إطار البرنامج الرابع من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هو الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. هاد الندوة كتدخل بالتحسيس جميع الشركاء بالدفع بهاد الطفولة المبكرة والمساعدة ديالها على التكوين والصحة الجيدة حتى نتمكن من خلق شباب لمستقبل ظاهر لبلادنا. اهم النقط اللي تطرقنا لهم في الندوه اليوم كتتعلق بصحه الام والطفل، صحه الطفل، وكذلك التحفيز المبكر للطفل من خلال التعليم الاولي اللي ذو جوده عاليه. على تلبيه الدعوه لحضور اشغال هذا اللقاء حول موضوع تنميه الطفوله المبكره والذي يكتسي اهميه بالغه باعتبارها مرحلة حاسمة ومصيرية في نمو وتطور الفرد وضمان المستقبل واعي لفائدته. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار مساهمة عمالة مقاطعة عين الشق في الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي انطلقت يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري وستستمر إلى غاية 4 نوفمبر 2019 بهدف الرفع من درجة الوعي لدى مختلف الأوساط وتحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية هذا الموضوع.